ولكن قبل ما اخد نتائج الاسبوع الاول ضجه كده على السوشيال ميديا هزت الدنيا كلها. ريهام سعيد سبت قناه الشمس. وانا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير بصراحه، ولكن انا او النجمه الكبيره ريهام سعيد او كل نجوم قناه الشمس بالتحديد بيننا وبين الاعلاميه الكبيره والقديره سميره الدغيدي مفهوم العقود الكاثوليكيه، انا بكره اللفظ ده او الزواج الكاثوليك الذي ليس فيه طلاق، ولكن عجبني جدا ريهام سعيد كتبت على صفحتها واضح ان عقدي مع الشمس ابدي ومش اختياري، لايف بكره الصبح ان شاء الله للتوضيح. وبشكر كل الناس اللي كلمتني تسال عليا، وبشكر تقديركم لنجاحي في قناه الشمس وتشجيعي على الاستمرار. ريهام سعيد حاجه مهمه وحاجه حلوه، ويمكن انا سبقتها بكم حلقه او هي سبقتني، لكن بدايتنا مرتبطه ببعض، حققنا مشاهدات بالملايين. نظل انا وريهام سعيد بالتحديد في عنقنا جميل لسيدة فاضلة اسمها سميرة الدغيدي. كلانا كان في البيت، يعني انا كنت دايما احكي واضحك اقول يا جماعه احنا كنا زي البوتاجاز والثلاجه في البيت عادي يعني، واخترعنا اليوتيوب والفيسبوك طبعا واحنا رواد فيه، ولكن من اعادنا للتوهج والنجوميه على الشاشه هي الاعلاميه القديره والكبيره سميرة الدغيدي. فانا بشكر ريهام لان حفظ الجميل من شيم الكرام والكبار، والبوست اللي كتبته رد على ناس كتير حاولوا يصيدوا في الماء العكر، وانا عايز اقول لهؤلاء الصائدين في الماء العكر احنا شغالين وفي حالنا ونجومنا متالقين على الشمس ويتظلون. ويكفي الكلمه اللي قالتها ريهام سعيد، هو عقد ابدي مع الشمس لن ينتهي. وتظل الشمس حاجه حلوه في حياتنا. انا هو بقول لكم لاول مره انا عندي عقد في السعوديه الاسبوع اللي فات، والله العظيم اعتذرت لاني قلت ما حققته على قناة الشمس وما فعلته معايا الأستاذة سميرة الدغيدي لا يمكن أن أفرط به، لأن المال ليس كل شيء. ممكن يكون فلسفة مختلفة، في ناس كتير بتتمنى تسافر، أنا لا أتمنى ذلك، وسنظل ناجحين ومتوهجين. ولسميرة الدغيدي منا كل التحية والتقدير، وزي ما وقفت جنبنا في لحظات الضعف إحنا بقوة معها ونحن في منتهى القوة، لأن قوتنا ونجوميتنا اللي جابها هذه السيدة الحديدية التي ساندت ودعمت ووقفت وكانت كالأسد علشان خاطر نطلع على الشاشة ونملى الدنيا كلها ونرجع نجوم زي ما كنا. فكل التحية والتقدير لريهام سعيد على اللي كتبته، وبقول لسميرة الدغيدي ما تقلقيش أبدا لأن احنا في ظهرك ومعاكي وريهام أولنا، وإن شاء الله نجوم الشمس متوهجين دايما على قناة الشمس.